الكتاب واصل فكرة، كل شيء واصل فكرة هو بفيد. نوعية الكتب اللي اجت على المعرض حتما تناسب الشيء اللي بينطلب بالشارع السوري، لأنه بحكم المشاركة المتكررة فمعروف أنه مثلا بسوريا بيمشي هي هذا النمط من العناوين. أول شيء هدفنا أنه مو القيمة المادية، قيمة معنوية، بحيث أنه أنت عم تساهمي بنشر علم، بنشر معلومات، فبدك تكون عند أكبر شريحة ممكنة من المجتمع اللي احنا موجودين. 90% من الكتب لها علاقة بالمنطقة، لبنان، سوريا، فلسطين، العراق، فنحن ما عندنا شيء خارج هذا النطاق. مجلات وكتب وروايات، مجلة فيها مواضيع علمية مشكلة، في عندك فيزياء، كيمياء، جيولوجيا، هندسات، علوم طاقة، جميع المواضيع اللي موجودة ضمن المجلة هي مواضيع مصدقة، كونها بتصدر من جامعة دمشق فهي رح تكون مرجع أول وأخير للطلاب، لطلاب الجامعة، فلازم تكون جميع المواضيع مصدقة لتساعدهم بدراساتهم، بأبحاثهم، برسائل الماجستير اللي بيقدموها. تختص بالخدمات الجامعية، فأغلب زوارنا معناته إني من طلبة الجامعات تماماً. مثلاً كل الأقسام الطبية، الفروع الطبية، لاحظي دار القدس مثلاً إحنا ماخذين وكالتهم هون معناته، فكل كتبة منشورة عنا. 100 عنوان باللغة العربية، بأدب، بالقرآن، عندك بالأخلاق، بالتاريخ الإسلامي، ثقافة عامة يعني كمان. منهجية الكتب هي فينا نقول تفسير الإنجيل مع كتب روحية مع كتب إنسانية، يعني في مواضيع مثلا بتخص العامة كل الطوائف والأديان، مثلا عن الألم، عن الأمور النفسية كيف نطلع منها، عن الأمثال، عن الأخلاق بشكل عام بس من خلال الكتاب المقدس. الخط الأساسي هو خط الدراسات الفكرية الفلسفية بمجال النفس وعلم الاجتماع. في عندهم خط له علاقة بالأدب والروايات والأدب المترجم وأدب التأليف يعني لكتاب عرب. في عندهم دراسات سياسية كمان متنوعة، وعندهم خط له علاقة بالنقد الأدبي. في زوار بتدور على الكتاب الجيد وعلى الكاتب الجيد، واثنيناتهم بس يكونوا موجودين هن لحالهم بجيبوا زوار. نحن معتمدين بجناحنا على كتب الأطفال والشباب، لأنه هن هذول هلا هن الأساس المجتمع، فانت بدك تحاولي انك تبسي فيهم روح العمل، يعني التعاون، التفاؤل، كله هذا لازم. نحن هي الكتب كلها موجوده بهالشيء. نعم، نحن مجله ادب علمي وخيال علمي، فعندك بالمجله قصص قصيره بس قصص من وحي الخيال العلمي. من وحي الخيال العلمي، الفضاء، المجرات، عالم ثاني، هي بالنسبه للمجله. في عندك هون كتب علمية وروايات، عندك كتب علمية بتساعد الطلاب بدراساتهم مثل بانوراما كونية، أعلام فلك وفيزياء، دراسات لغوية من منظور رياضي. في عندك كتب بتحكي عن تاريخ العلوم ونشأتها، وين كانت وكيف صارت وشو نظرتنا المستقبلية لها، بما أنه نحن أدب علمي وخيال علمي فأنت دائما عندك نظرة تصورية للأمور. كل الروايات المطلوبة بنأملهم إياها، كذلك شو بنطلب لنا من تسيير خدمات الطلاب، يعني كويس بتعرفي الطلاب بيحتاجوا كتير امور كلها بنعملهم اياها. اللغه العربيه، ادب، شعر، نحو، صرف، كل شيء، بلاغه، قران مثلا، في عندنا كمان تاريخ اسلامي، نطبع تاريخ اسلامي، سيار اعلام مثلا. هلا كتير عم تيجينا ناس عم تطلب اشتراك لتاخذ الاعداد من اول عدد لاخر عدد خلال هاليومين ثلاثه هدول. دوائر الإبداع عندك هي مجلة أدبية بتصدر كل 3 شهور لنكسر قاعدة الأدب العلمي والخيال العلمي. كل عدد بيحكي عن لوحة لفنان عالمي، بيحكي عن قصص قصيرة بعيدة عن الخيال العلمي، قصص أدبية تستهوي المثقفين طبعاً طبعاً طبعاً. فنحن عنا تقريباً يعني أخذين كل الفئات. في كتب فينا نقول للباحث بتفيده، للباحث العام، حوار مع صديقي المكسور، يعني هالكتاب مثلا انه بيفيد اي شخص طالع من ازمه، من ازمه خلينا نقول اخلاقيه او مرضيه او ازمه الحرب عندنا، فاكيد مكسورين من جوا نحن وحزينين على الوضع. فاللي مقصود تمام انتقاء الكتب تمام. ومثلا الالم، نقاش المرض والالم، هي الكتب منتقات تمام. سرابي في عنده كتب مطلوبه بشكل دائم بالنسبه للقراء، مثلا مهدي عامل، تمام، مهدي عامل اعماله الكامله تقريبا عند سرابي، النزاعات المادية بالإسلام، حسين مروبي، كمان هذا من الكتب المطلوبة بشكل دائم عند الفارابي، معروف إنه هذا طابع الفارابي. روايات جورجي أمادو، هذول معروفين إنهم طبعوا عند دار الفارابي. في طلاب جامعيين، إحنا عندنا في كتب لأنه كمان اختصاصها جامعي، يعني تدرس بجامعات إن كان بسوريا أو خارج سوريا،
ففي من الطلاب جامعيين، اذا في عندنا الاجنحه، في عندنا جناح الاطفال، بيجوا الاطفال مثلا الروضه وهيك اعمار ابتدائيه. في كمان اختصاصيين بيحبوا عندهم مثلا تطرق بنوع الاختصاص مثلا بالتاريخ الاسلامي، في عندهم بده مصادر بده مراجع. احنا عندنا روايات، فعندك فوق طلاب الجامعه كمان، وعندك اذا بدك تقريبا من صف الثامن والتاسع كثير بيستهويهم روايات الخيال العلمي. في مجلات للاطفال، في مثلا نحن عندنا تعليم اطفال اعدادي شباب جامعه، كمان في كتب ممنهجه لهم قادة يعلموا هالفئات، وكنفس العمريات يستفيدوا من هالكتاب. فئات مختلفة ليش؟ لأنه هلأ في عنا طلاب الدراسات ممكن يجوا، طبعاً بحكم موجود الدراسات النقد الأدبي، طلاب الدراسات الفلسفية والنفسية كمان بيجوا، لأن في إلهم، وفي عنا مثلاً جمهور قراء الروايات التأليف. احنا عم نجرب يكون لك الفئات حسب من 40% إلى 50%. عاملين حصومات تصل تقريبا لحد 50%. مو كل شيء بيشمله، مو كل الكتب طبعا بيشملها الحصومات، في كتب بيشملها يعني في انواع بيشملها 20% حسن، في 30%، في للاطفال يعني اكثر شيء الحصومات الكبيره عم تكون لكتب الاطفال يعني السلاسل الموسوعات هي. الحصومات تصل الى 50% تقريبا. في كتب منوعة، في كتب ثقيله، في كتب رخيصه، وفي كتب متوسطه. كل كتاب بحسب طباعته، حسب إذا ملون ولا أبيض وأسود، ولا الغلاف تبعه فني ولا غلافه عادي، هي كلها بتلعب دور بالنسبة لتقييم سعر الكتاب. هن بمكتبة مصر حقهم أغلى من اللي عم نعرضهم نحن، يعني بدون شحن المطبعة اللي بمصر السعر هيك، بس لكن العمل إنساني أكثر ما هو ربحي نحن، نحن بالخاص. حسم الفارابي وصل لـ 40%. يعني أنا بالجملة ببيع، عندي مؤسسة ببيع 40% حسم، عم بعطي 40% بالفرق. معناته أنا عامل كتير حسب كبير. هذا 2017. نعم. يعني هذا الكتاب طبعته 2017 شايفة، وهذا حقه 1000 ليرة. طباعة شوي أبيض وأسود. نعم. أشلون؟ وعدد صفحاته كبير 200 وشوي. نعم. ففي نسبة تناسب بالنسبة للأسعار. نحن أسعارنا من 200 إلى 500 ماكسيمو، طبعاً 500 بدها تكون ضمن الرواية. تمام، فنحن الحسم موجود يعني 100% عندنا بالاساس الطباعه عندنا، بما انه نحن بنطبع بجامعه دمشق وبنطبع ضمن الدوله نفسها. يعني انا شايف انه الاغلبيه عاملين حصومات يعني بالحد الادنى 30%. انا شاركت السنه الماضيه وشاركنا السنه، وكل سنه ان شاء الله حنشارك.